بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي طلاب الصف الثاني الاعدادي، اهلا ومرحبا بكم في قناه حراء التعليميه. النهارده معادنا مع الوحده الرابعه بعنوان الخلفاء الراشدين، الدرس الاول خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا كالمعتاد قبل ما نبدا الدرس نبدا بالمراجعه الجزئيه. السؤال الاول بيقول: من هو اقيم في داره اول مدرسه في الاسلام؟ هي دار الارقم ابن ابي الارقم. السؤال رقم 2 بيقول لي: أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعسكر عند أقرب بئر من آبار بدر لقتال المشركين، مين هو اللي عمل كده يا ميس؟ هو الحباب بن المنذر. طبعا الحباب بن المنذر هو اللي أشار على الرسول في غزوة بدر أن هم يعسكروا عند بئر بدر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: قارن بين السرايا والغزوات، يا ريت يا ميس تعرفينا الفرق بين السرايا والغزوات. كلمة السرايا هي معاد أو حملات وجهها الرسول ضد المشركين ولم يحضرها، يبقى احنا كده عرفنا إن السرية الرسول ما حضرهاش بس هو اللي أعدها أو وجهها. طيب، أما بالنسبة للغزوات هي معارك خاضها المسلمين بقيادة الرسول ضد المشركين، يبقى معنى كده إن السرايا الرسول ما حضرهاش بس جهز لها أو وجهها، أما الغزوات كانت بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ مع بعض أولاد درسنا النهارده، بيتكلم على خلافة أبي بكر الصديق. قبل ما نبدا نخش في موضوع خلافه ابو بكر الصديق، نعرف الاول يعني ايه كلمه خلافه. هو الوحده كلها لو خدت بالك في اول الدرس كانت مكتوبه الخلفاء الراشدون او الراشدين. طيب يعني ايه كلمه خلافه؟ كلمه خلافه اولاد هي عباره عن شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقوم على اختيار من يتولى امور المسلمون في الدنيا في الدين والدنيا نيابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار يعني معنى كده مستر ان الرسول لما مات ما تركش حد يحكم بعديه، ترك الامر ساب الامر للخلافه. شوف اختاروا انتوا وتشاوروا مع بعض وشوفوا مين اللي ممكن يصلح للخلافه من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول زي ما حضرتك بتقولي كده ما ارغمش واكبرش المسلمين على ان يكون شخص بعينه هو اللي يخلفه من بعده او بعد وفاته، ولكن ترك الامر ما بين شورى او شورى بين المسلمين. يبقى يعني ايه كلمه خلافه؟ الخلافه يعني هو شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون، زي كده شغل السياسه، زي كده الانتخاب، زي الترشيح. بعد وفاه الرسول يقوم على اختيار من يتولى امور المسلمين في حاجتين، في الدين وفي الدنيا. طيب في سؤال بيقول لي، سؤال بيتكلم على اسم الوحده، تسميه الخلفاء الراشدين بهذا الاسم، ليه تسموا الخلفاء الراشدين؟ احنا هنتكلم على كلمة الخلفاء، هنقول لأنهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا أمور المسلمين بعده زي ما احنا قلنا في الدين والدنيا. أما كلمة راشدين أو راشدون لأنهم صاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهدي، يعني مشوا بالسياسة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كان الرسول بيعمل بالظبط، هم كانوا بيعملوا وصاروا على نفس نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك لما يجي لك السؤال دوت في الامتحان بما تفسر تسمية الخلفاء الراشدين بهذا الاسم، حضرتك هتبدأ تقسم إجابتك على جزئين، ليه تسموا الخلفاء وكمان شويه ليه تسموا الراشدين. تسموا الخلفاء زي ما الميس ما قالت لانهم جاءوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام، خلفوا الرسول في الحكم، عشان كده تسموا الخلفاء. وتسموا الراشدين حاجه من الرشد والهدايه لانهم صاروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه. بعد كده بيقول لي ان تم اختيار الخلفاء الراشدين على اساس نظام الشورى. ممكن تكلمينا يا ميس يعني ايه نظام الشورى؟ كلمه شورى ديت زي انتخاب. يعني ايه انتخاب؟ قال لي هنا النظام اتبعه المسلمون في اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشيح والانتخاب زي اللي بيحصل دلوقتي. انا دلوقتي بيترشح قدامي كذا شخص، انا اللي بنزل اختار اشوف الاصلح فيهم وانا اللي اختار، ما حدش بيجبرني يقول لي اختاري ده او اختاري ده. يعني لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي صح وغلط، اتبع المسلمون نظام الوراثه في الحكم، هقول له صح ولا غلط؟ غلط طبعا. هقول له نظام الشورى. نظام الشورى اللي بيترتب على ان المسلمين بيتجمعوا وبيختاروا الخليفه الذي سوف يحكمهم. طيب هنبدا بقى في درسنا النهارده حياة أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الصديق أولاد هو أول الخلفاء الراشدون. طيب هنبدأ نعرف كل حاجة عن حياة أبي بكر الصديق. قبل أي حاجة هنبدأ حياته قبل الإسلام. عمل إيه قبل الإسلام يا ميس؟ كان يعمل بالتجارة حيث كان تاجرا أمينا. طيب إيه هي أهم صفاته؟ اتصف بالصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والتواضع والبساطة ولين القلب. طيب كمان كان محبوبا مترافعا عن عادات الجاهلية، فلم يشرب الخمر أبدا. خلي بالك دي حاجة غريبة جدا في الجاهلية إن في إنسان ما يشربش الخمر، الخمر كان عندهم حاجة مستساغة جدا وعادية جدا، لكن أبو بكر الصديق من ضمن صفاته الحميدة إنه لم يشرب الخمر أبدا. طيب إيه النتائج اللي هترتب على كل دوت؟ يعني أنا لما أعرف مثلا إن سيدنا أبو بكر الصديق
كان اتصف بالصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والتواضع والبساطة ودين القلب، وكمان كان محبوبا ومترافعا عن عادات الجاهلية، وكمان من ضمن صفاته أنه لم يشرب الخمر أبدا. إيه النتائج اللي ترتب على الكلام ده كله يا ميس؟ طبعا الرسول أحبه جدا وارتبط به وأصبح من أهل الرأي والمشورة في قريش، وزي ما احنا عارفين إن أبو بكر الصديق هو كان صديق الرسول، ومش بس كده كمان ده كان رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة إلى يثرب. طبعا اكيد الكلام ده مظبوط. الرسول عليه الصلاه والسلام لما في كل الصفات الحامله ديت وعدم شرب الخمر احبه الرسول طبعا بالتاكيد صلى الله عليه وسلم وارتبط به، وزي ما قالت كده اصطحبه معه في رحله الهجره من مكه الى يثرب. طيب كمان عندما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاسلام لم يتردد، فكان ابو بكر اول من اسلم من الرجال. يعني ممكن كمان نضيفها للمميزات اللي تميز ابو بكر الصديق ان هو اول من اسلم من الرجال. وحلوه كلمه حلوة جدا كلمة لم يتردد دي، ما فكرش الرسول عرض عليه الإسلام، ما فكرش طبعا ودخل في الإسلام، والنتيجة ان أدى على كده ان كان أول من أسلم من الرجال. وزي ما احنا قلنا كمان ان هو لقب بالصديق لأن هو صدق الرسول في رحلة الإسراء والمعراج في الوقت اللي كانت كذبته في قريش وما صدقوش ان هو عمل الرحلة ديت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع تاني، فالوحيد اللي كان مصدقه في الوقت دوت أبو بكر الصديق، لذلك في الوقت دوت لقبه الرسول بإيه؟ بالصديق. شوف بقى احنا اتكلمنا عن ابي بكر الصديق قبل الاسلام، هنشوف بعد اسلامه ايه الحاجات او الامور اللي قام بها ابي بكر الصديق. زي ما احنا شايفين كده بيقول لي هو قدم ابو بكر الصديق نفسه وماله واسرته وكل ما يملك في سبيل الاسلام. عمل ايه؟ عندك دليل على كده مثل ان هو قدم حاجات كتيره للاسلام والمسلمين؟ قولي لي ايه الادله اللي بتدل على كده. خرج داعيا ومجاهدا حتى اسلم على يده الكثير من الصحابه، يعني معنى كده ان هو بدا يدعو للدين الاسلامي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتير من الناس دخلت الديانة الإسلامية على يد سيدنا أبو بكر الصديق. ومش بس كده كمان، ده أول من خطب في الإسلام. إزاي؟ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت، يعني في الوقت اللي كان بيعمل فيه الدعوة الإسلامية طبعا برضو أثناء مرض الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم كلف أبو بكر الصديق أنه هو يكون خطيب في المسلمين. ومش بس كده كمان، ده بدأ يخطب في الناس عند البيت الحرام بعد الجهر بالدعوة الإسلامية، يعني عشان برضو كنوع من نشر الدعوة الإسلامية. من ضمن الحاجات اللي عملها ابو بكر الصديق اولاده ده هو انفق معظم امواله على فقراء المسلمين. انا بقول لك قدم ابو بكر الصديق نفسه وماله واسرته وكل ما يملك في سبيل الاسلام، من ضمنهم كل امواله كان بيصرفها على فقراء المسلمين. كمان شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزوات، الغزوات اللي هي خرج فيها الرسول على قيادته. ومن ضمن بقى الحاجات اللي عملها ابو بكر الصديق ان الرسول اختاره من ضمن المسلمين اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت اماما اثناء مرض الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول طبعا هو الرسول اللي كان عليه الصلاه والسلام اللي كان بيئم المسلمين في كل الصلاه، لكن في الفتره بتاعت مرض الرسول الرسول محتاج امام اخر للمسلمين يؤمهم في الصلاه. مين اللي وقع عليه الاختيار؟ طبعا هو ابو بكر او الصديق. طيب في حاجه كمان يا مستر برضه احنا هنا ممكن نقول، احنا هنا اتكلمنا عن نفسه وماله، في الجزء بتاع اسرته برضه احنا خدناه قبل كده في الدرس بتاع الهجره. تمام كده احنا قلنا ان كان سيدنا ابو بكر الصديق عنده ايه؟ عنده اللي هو اسماء بنت ابي بكر الصديق وعبد الله بن ابي بكر الصديق. دول كانوا من الشخصيات اللي اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يساعدوه اثناء طبعا اسماء كانت بتقدم له الطعام، وكمان عبد الله بن ابي بكر الصديق اتفقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان هو يتتبع اخبار المشركين ويقولها لهم، بحيث ان الرسول برضه يبقى عامل الخطه بتاعته علشان يقدر يهاجر من مكه الى يثرب في امان وبدون علم قريش. كمان اولاد سيدنا ابو بكر الصديق لعب دورا كبيرا في تهدئه نفوس المسلمين بعد وفاه الرسول، وخطب في الناس قائلا: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بمعنى أن كتير جدا من المسلمين أولاد كان خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان صاعقة، وبدأت قلوب الناس تهتز، وبدأت إيمانهم يضعف، أن كان ارتباطهم بالإسلام مرتبط ارتباط شديد جدا بوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبعد وفاة الرسول بدأت الناس إلى حد ما إيمانها يضعف شوية، لكن يعني وقف لذلك الموقف ابو بكر الصديق ولعب دور كبير في ان هو يهدي نفوس المسلمين بعد وفاه الرسول، ووقف وخطب خطبه عظيمه جدا مغزاها كان بيقول ان محمد عليه الصلاه والسلام مات، هو عبد من عباد ربنا طبيعي ان هو يموت، ولكن الله حي لا يموت، فكلنا بنعبد ربنا. فكان له الاثر الكبير في تهدئه نفوس المسلمين بعد وفاه الرسول. اول حاجه هنتكلم عليها بقى في درسنا النهارده وخلافه ابي بكر الصديق. زي ما احنا اتفقنا احنا قلنا بعد وفاه الرسول تم اختيار ابو بكر الصديق خليفه، بس ازاي بقى تم الاختيار ده؟ قال لي في الوقت دوت عقد الانصار، وزي ما احنا قلنا كلمه الانصار
دول أهل يثرب اللي نصروا الرسول في دعوته للدين الإسلامي. طب عملوا اجتماع، عملوا اجتماع فين؟ عملوا اجتماع في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة. طب عملوا الاجتماع ده ليه؟ علشان يناقشوا أمر المسلمين، يعني يشوفوا مين اللي هيتعين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده لحق بهم بعض المهاجرين، واتفقنا ان كلمة المهاجرين مستر هم الذين هاجروا من مكة الى يثرب. بالظبط كده. ودارت المشاورات ما بين المهاجرين والانصار، يعني بين الطرفين في جو يسود الحب والمودة، وبناء على كده هيتم اختيار شخص هو اللي يتولى امور المسلمين في الدنيا والدين. طيب هل كان في نتيجة اجتماع المهاجرين والانصار في سقيفة بني ساعدة؟ ايوه طبعا. كان نتيجتها ان هم اتفقوا على ان يكون الخليفة في المهاجرين، دي اول حاجة. طيب ثم بايع ابو بكر الصديق بالخلافة. طيب هنا بيقول لي بعد الانصار والمهاجرين ما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، النتائج المترتبة عليها خلي بالك اتنين. ايه هي؟ ان اللي هيكون خليفة من المهاجرين، دي تكريما اكتر للايه؟ للمهاجرين. هو المهاجرين هيكون فيهم الخليفة. طيب مين الاكتر واحد احق واقدر بالخلافة في ذلك الوقت؟ هو سيدنا ابو بكر الصديق. وكعادة المسلمين اولاد بيعملوا اي حاجة بحاجة اسمها البيعة. كلمة بيعة اولاد يعني اتفاق، انا ببيعك وبأكدك وبأيدك ان انت تكون خليفة عليا. طيب بس خد بالك ان البيعة بتاعت ابو بكر الصديق تمت على مرحلتين، بيعة خاصة وبيعة عامة. نعرف مع بعض يعني ايه بيعة خاصة ويعني ايه بيعة عامة. البيعة الخاصة دي هي مبايعة الانصار والمهاجرين المجتمعين في سقيفة بني ساعدة لابو بكر الصديق خليفة. يعني هما كده اتفقوا في السقيفة ديت نتيجة الاجتماع ان احنا هنختار سيدنا ابو بكر الصديق هو اللي هيكون. يعني افهم من كده يا ميس ان البيعة الخاصة ديت اجتمع فيه كبار الانصار وكبار بالزبط. المهاجرين عشان يتفقوا على خليفة واحد. بالظبط كده. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده تمت، لما تمت الموافقة في البيعة الخاصة ديت على ابو بكر الصديق خليفة، بدأوا يعلنوا بقى لكل الناس ان سيدنا ابو بكر الصديق ده هو اصبح خليفة، والبيعة العامة دي عشان تكون قدام الناس كلها فتمت في المسجد. تمام. يعني انا لو قلت ايه الفرق بين البيعه الخاصه والعامه؟ البيعه الخاصه والعامه، البيعه الخاصه حصلت في سقيفه بني ساعده، لكن البيعه العامه حصلت في المسجد بالنسبه لجميع بقى المسلمين، مش بس كبار الانصار والمهاجرين. وجه الشبه ما بينهم ان الاثنين وقع فيهم الاختيار على ابو بكر الصديق ان هو يكون خليفه للمسلمين بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عمال يا مستر تقول لي بيعه خاصه وبيعه عامه والاثنين اتفقوا على ان يكون الخليفه ابو بكر الصديق، ليه؟ ايه الاسباب اللي خلت الانصار والمهاجرين يتفقوا على خليفه واحد من غير اي خلاف ان ابو بكر الصديق هو اللي يكون خليفه للمسلمين؟ اكيد في اسباب نعرفها مع بعض. اول من اسلم من الرجال طبعا، ده سبب كافي جدا يخلي المسلمين كلهم يتفقوا، واحد اول المسلمين. يعني زي ما قلت لك من 10 دقائق لم يتردد ابو بكر الصديق في الدخول في الاسلام، فكان اول من اسلم من الرجال. ده اهم واول سبب خلى الانصار والمهاجرين يختاروا ابي بكر الصديق خليفه للمسلمين. طب ايه تاني؟ اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليصاحبه في الهجره. يا راجل انت عايز اكتر من كده ثقه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام اختار سيدنا ابو بكر الصديق يصاحبه في رحله الهجره، اكيد دي ثقه ما بعدها ثقه. اكيد من بعد المسلمين زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام وثق في سيدنا ابو بكر الصديق، اكيد كمان المسلمين من بعده هيثقوا ويختاروه خليفه ليهم. طب ايه كمان؟ جعله اماما للمسلمين في الصلاه اثناء مرضه، زي ما اتفقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مريض المسلمين كانوا متعودين ان في امام يصلي بهم، وكان الامام ده هو الرسول. فالرسول خشى على المسلمين فقال لسيدنا ابو بكر الصديق ان هو يكون الامام بتاعهم اثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان اولاد من ضمن الاسباب اللي خلت المسلمين يختاروا ابو بكر الصديق خليفه لهم، جاهد بنفسه وماله واولاده من اجل رفعه الاسلام، والكلام ده اللي احنا قلناه في بدايه الدرس لما اتكلمنا على حياه ابو بكر الصديق بعد الاسلام. قلنا ان هو جاهد بنفسه وقدم الاموال وقدم الاولاد من اجل رفعة الاسلام. كمان شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، يعني اي غزوة الرسول كان بيطلع فيها كان سيدنا ابو بكر كان رفيق معاه على طول في كل الغزوات. السبب السادس ان ابو بكر الصديق في الوقت ده كان اكبر الصحابة سنا، لكن ده مش قاعدة، مش كل ما حد هيموت او خليفة هيموت هجيب اكبر واحد سنا في ذلك الوقت، لا خالص خالص، ونعرف مع بعض في الدروس الجاية. لكن من ضمن الاسباب اللي خلت ابو بكر الصديق ان هو كان اكبر الصحابه سنا، يبقى هي دي الاسباب يا اولاد اللي كانت قدامي اللي خلت اتفاق المهاجرين والانصار على اختيار ابو بكر الصديق خليفه لهم. كان اول من اسلم من الرجال، واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الهجره، كذلك جعله الرسول اماما للمسلمين في الصلاه اثناء فتره مرضه، جاهد بنفسه وماله واولاده من اجل رفعه الاسلام، شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته، وكان اكبر الصحابه سنا. طيب تخش على موضوع تاني، بقول لي بعد المبايعة طبعا اللي هي المبايعة العامة اللي حصلت في المسجد، صعد أبو بكر الصديق المنبر، أكيد ده في المسجد،
وخطب في المسلمين موضحا اهم الاسس التي ستسير عليها الدوله الاسلاميه في عهده. يعني ايه؟ زي كده انا ما همسك مثلا منصب في شركه كبيره او منصب او رئيس جمهوريه، هيبدا يخطب في الشعب بتاعه طبعا مع اختلاف المسلمين، ان هو ايه الاسس اللي هيمشي عليها، ايه القواعد اللي هيحطها عشان كل شخص يعرف حقوقه وواجباته. طيب نعرف مع الميس كده ايه هي اهم الاسس التي وضعها ابو بكر الصديق لايات تسير عليها الدوله الاسلاميه. طبعا اول اساس عندي التواضع والصدق والمساواه وطاعه الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. دي كده كانت اهم الاسس اللي وضعها سيدنا ابو بكر الصديق. يبقى نعيدها كده مع بعض تاني: التواضع، الصدق، المساواه، طاعه الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله. نروح لموضوع تاني يا اولاد. اكيد العنوان ده هتشوفه في كل درس من الدروس القادمه، اهم اعمال الخليفه. طبعا النهارده بنتكلم مع الخليفه ابو بكر الصديق، تعال نشوف مع بعض ايه هي اهم اعمال الخليفه ابو بكر الصديق. بس قبل اقول لك اهم اعمال الخليفه، احنا عايز اقول لك معلومه ان ابو بكر الصديق اولاد تولى الخلافه من سنه 11 هجريا بعد وفاه الرسول حتى سنه 13 هجريا عند وفاته. طبعا طيب في تقريبا في السنتين ونص دول ايه الاعمال، او طبعا مش هقول كل الاعمال، ايه اهم الاعمال اللي قام بيها ابو بكر الصديق؟ قال لي رقم واحد: ارسال جيش اسامه بن زيد لبلاد الشام. طيب ليه يعني ايه اللي خلى، او ايه السبب اللي خلى ابو بكر الصديق يرسل جيش بقياده اسامه بن زيد لبلاد الشام؟ اكيد الرسول يا مستر يعني كان يعني ارسل الجيش ده عشان اكيد كان في خطر بيواجه المسلمين في الوقت دوت هناك في بلاد الشام، اللي هو والخطر دوت كان خطر الروم. يبقى معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يرسل الجيش دوت علشان يقاتل الروم. طب الرسول كان مات وما كانش ارسل الجيش ده، فسيدنا ابو بكر الصديق اول عمل قام بيه بعد تولي الخلافه على طول ان هو ارسل جيش اسامه بن زيد لبلاد الشام، والكلام ده كان سببه ايه؟ لقتال الروم وتنفيذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الكلام ده ما اتنفذش في عهد الرسول، هو الرسول كان اعدله بس مات قبل ما يعمله. يبقى اول اعمال الخليفه ابو بكر الصديق ان هو ارسل جيش بقياده اسامه بن زيد لبلاد الشام. ليه؟ بما تفسر في الامتحان هقول له اول سبب لقتال الروم، ده اول سبب. طب السبب الثاني، بص الكلام بقى، تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بيجي سؤال في الامتحان يقول لي بما تفسر نصح بعض الصحابه الخليفه ابو بكر الصديق بعدم ارسال جيش اسامه. طيب يعني هنا انت بتقول لي ان ابو بكر الصديق ارسل جيش اسامه بن زيد لسببين، عايز يقاتل الروم ويقضي عليهم، وكمان تنفيذا لامر الرسول. طب السؤال بيقول لك نصح بعض الصحابه الخليفه ابو بكر بعدم ارسال جيش اسامه، هل دول مش عايزين يقاتلوا الروم، ولا مش عايزين ينفذوا اوامر الرسول، ولا ايه بالظبط؟ ليه معترضين وليه مش معترضين؟ ليه بينصحوا الخليفه ان هو ما يبعتش الجيش بتاعه بقياده اسامه لقتال الروم؟ لان الدوله الاسلاميه مستر بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرضت لخطر، الخطر دوت كان خطر المرتدين اللي هنعرفه بعد شويه، المرتدين اللي هم ارتدوا عن الدين الاسلامي، وهنعرف شكل الارتداد بتاعهم ده ايه. يبقى لما يجي لي سؤال يقول لي نصح بعض الصحابه الخليفه ابو بكر الصديق بعدم ارسال جيش اسامه، هقول له بسبب حاجه الدوله الاسلاميه اليه في مواجهه خطر المرتدين. يعني الدوله الاسلاميه محتاجه الجيش ده علشان تواجه الخطر الداخلي الاول قبل الخطر الخارجي. طيب زي ما احنا شايفين كده على جنب الشاشه الخريطه اللي بتوضح تحرك الجيوش نحو بلاد الشام وعاده الجيوش ديت بعد 40 يوم. طبعا احنا شايفين كده، لو هنبص على الخريطه مع بعض اولاد، احنا هنا عندنا المدينه المنوره اللي موجود فيها مقر خلافه المسلمين. طبعا هيفضل ماشي لحد مكان اسمه معان دوت، اللي هو كان مكان مقر الروم او المنطقه اللي هيقوم فيها القتال. طيب هل المسلمين بقياده اسامه بن زيد هينجحوا في الانتصار على الروم ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه في اجابه السؤال اللي قدامك على السبوره ده، ويقول لك ما النتائج المترتبه على تحرك الجيش نحو بلاد الشام وظل فترة 40. عاد الجيش سالما غانما لينضم الى جيوش المسلمين في قتال المرتدين. يعني معنى الكلام دوت ان الجيش بتاع اسامه قدر ان هو يقاتل الروم ويحاول ان هو يقضي شويه على الخطر بتاعه. يبقى لما يجي لي يقول لي ما النتائج المترتبه على تحرك الجيش نحو بلاد الشام وعاد بعد 40 يوما، هقول له عاد سالما غانما لينضم الى جيوش المسلمين في قتال المرتدين. طيب تعال نشوف تاني حاجه من اهم اعمال الخليفه ابو بكر الصديق زي ما مكتوب قدامك: قتال المرتدين. طب انا عرفت الروم بيمثلوا خطر على المسلمين، طب ايه المرتدين؟ يعني ايه كلمه مرتد؟ قال لي مستر ان الدوله الاسلاميه تعرضت لخطر كبير جدا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الا وهو حيث ارتد البعض عن الاسلام. في بعض الناس او في بعض القبائل اولاد لما عرفوا بخبر وفاه الرسول
ارتدوا عن الاسلام. كلمه ارتد عن الاسلام يعني ما بقاش مسلم. مش بس كده، ده كمان امتنعوا عن دفع الزكاه، خلاص ما هو مش مسلم فانا ادفع الزكاه ليه؟ طب تعال نشوف تصرف ابو بكر الصديق مع المرتدين دول. طبعا دول خطر، عايز اقول لك ده خطر اكبر بكتير جدا من خطر الروم. على الاقل الروم دول بعاد عننا شويه، لكن المرتدين كانوا عايشين حوالين المسلمين في المدينه. هل تصرف ابو بكر الصديق هيكون معاهم حازم ولا هيكون عامل ازاي؟ لازم يا مستر برضو يكون التصرف بتاع ابو بكر الصديق حازم معاهم، لان هو لو ما تصدش ليهم هيبدا بقى المسلمين الباقيين ان هم يخرجوا، لان ما فيش حد عاقبهم مثلا ان هم خرجوا عن الدين دوت بعد وفاه الرسول. اكيد. يبقى عرفنا المرتدين ان دي بعض القبائل ارتدت عن الاسلام وكمان امتنعت عن دفع الجزيه والزكاه. كمان مش بس كده، ادعى البعض منهم النبوه مثل مسيلمه الكذاب، يعني الموضوع بقى وسع منهم قوي لدرجه ان هو وصل لبعض منهم ان الرسول مات، فهو هيبدا يدعي النبوه. اشهر واحد فيهم هو يعني مسيلمه الكذاب. طبعا ده ادعاء خاطئ طبعا. طيب تعالى بقى نشوف تصرف ابو بكر الصديق مع المرتدين. بقولنا ان ابو بكر الصديق اولاد اتخذ موقف حازما مع المرتدين، دلل على كده. ايه الدليل ان ابو بكر الصديق اتخذ موقف حازما من المرتدين؟ حيث ارسل عده جيوش بقياده الصحابه لقتالهم واوصاهم بمراعاه اداب الحرب في الاسلام. يعني على الرغم ان المرتدين دول غلطانين، الا ان برضو سيدنا ابو بكر الصديق حرص ان هو ينفذ اداب الحرب في الاسلام. طيب لو جالي كده وقال لي ما النتائج المترتبه على، طب ايه نتيجه بقى ان يعني سيدنا ابو بكر الصديق ارسل الجيوش ديت بقياده الصحابه لقتالهم؟ قال لي نجحت هذه الجيوش في مهمتها وعادت القبائل المرتده الى الاسلام واستقر امر الدوله الاسلاميه. يعني الناس اللي كانت ارتدت عن الاسلام دي لا، رجعت نتيجه نجاح الجيوش ديت في القضاء على هذا الخطر، وبدات تستقر امور الدوله الاسلاميه من الاخطار اللي كانت بتحيط بها من جميع الاتجاهات. يعني لحد دلوقتي الحاجتين اللي قام بيهم ابو بكر الصديق اولاد نجحوا 100%. اول حاجه ان هو ارسل جيش اسامه بن زيد والجيش قدر ان هو ينتصر على جيوش الروم. رقم اثنين، نجح في قتال المرتدين وكمان عادت القبائل المرتده الى الاسلام واستقرت امر الدوله الاسلاميه. بس انا شايف كلمه غريبه كده في النص في المسكه بتتكلم، لما قال لي دلل اتخذ ابو بكر موقف حازما من المرتدين، قال لي حيث ارسل عده جيوش بقياده الصحابه لقتالهم واوصاهم بمراعاه اداب الحرب. ايه ده مستر؟ يعني ايه اداب الحرب؟ هي الحرب ليها اداب؟ اه طبعا الحرب ليها اداب، هنعرفها دلوقتي مع بعض. ايه الاداب اللي اتذكرت او ايه اداب الحرب اللي اتذكرت في الاسلام؟ هو الحرب ليها اداب؟ اه طبعا الاسلام دين سماحه، هنعرف ايه هي الاداب اللي الاسلام اقرها اثناء الحرب. اول حاجه عدم الاغاره ليلا، علشان برضو ايه ما يحصلش يعني ما يروعوش الناس او الناس ما تخافش، يبقى احنا نحارب في النهار. مش بس كده، عدم قتل الاطفال والشيوخ والنساء. طب ليه؟ اشمعنى الاطفال والشيوخ والنساء؟ لان احنا زي ما احنا عارفين ان هم ضعاف مش هيقدروا ان هم يحاربوا، فاحنا لما نحارب لازم نحارب واحد في نفس القوه بتاعتنا. وعدم التعرض للرهبان. ايه هم الرهبان؟ اللي هم رجال الدين بس غير المسلمين. عدم هدم البيوت او المعابد. طبعا البيوت اللي هي المساكن اللي بيعيش فيها طبعا الاطفال او الشيوخ او النساء او السكان عامه، والمعابد يقصد بيها هنا دور العباده لغير المسلمين. عدم حرق الزرع او قطع النخل، يعني احنا مش هنتعرض للزرع ولا النخل، لان دي كائنات حيه ملهاش علاقه بالحرب بتاعتنا. طيب يبقى انا هنا عرفت ايه هي اداب الحرب في الاسلام. الاسلام اقر عدم الاغاره ليلا، ما نهجمش على الناس بالليل، ما نقتلش الاطفال والشيوخ والنساء لعدم قدرتهم على القتال، عدم التعرض للرهبان اللي هم رجال الدين برضه ما تعرض لهمش، ما هدمش البيوت او المعابد ان ما لهمش ذنب، دي بيوت ناس ساكنه فيها او معابد بتقوم فيها طقوس دينيه لادينا او ديانات مختلفه، كمان عدم حرق الزرع او قطع النخل، دي هي اداب الحرب في الاسلام. طيب الحاجه الثالثه اللي عملها الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان هو جمع القران. يعني ايه كلمه جمع القران؟ يعني معنى كده ان القران يا مستر ما كانش مجموع، يعني مثلا ما كانش مكتوب؟ اه كانوا حافظينهم في صدورهم، لكن ما كانش فيه ورقه وقلم ان انا امسك القران زي يعني المصاحف اللي عندنا الموجوده دلوقتي، مش موجوده. كانوا بيسمعوا من الرسول ويبداوا ان هم يحفظوه بناء على الرسول قال. طب معلش، طب ما هو الصحابه موجودين يا ميس، ايه اللي خلى ابو بكر الصديق يتخذ قرار بجمع القران ان هو يكتبه في ورق؟ بالظبط، احنا كده زي ما احنا قلنا ايه، احنا قلنا ان المسلمين تعرضوا طبعا لخطر شديد اللي هو خطر المرتدين، وطبعا خرج عدد كبير جدا من الصحابه اللي كانوا حافظين القران في الحرب دي، فطبيعي ان هيتقتل مثلا او هيستشهد ناس من هنا من الجانب ده وناس من الجانب ده، فعدد كبير من الناس اللي كانت حافظه القران استشهدت او ماتت.
ده هيجي يقول لي في الامتحان ما النتائج المترتبة على استشهاد الكثير من حفظ القرآن أثناء حرب المرتدين؟ هقول له أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. خد بالك هيجي في الامتحان يقول لك من هو أشار على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم؟ من هو اللي أشار؟ من صاحب المشورة؟ عمر بن الخطاب. طيب السؤال أولاد ممكن يتعكس زي ما المس قالت، هيجي يقول لي ما النتائج المترتبة على استشهاد الكثير من حفظ القرآن أثناء حرب المرتدين؟ أو بيجي يقول لي بما تفسر أمر الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم؟ أو كذلك بما تفسر أشار عمر بن الخطاب على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم؟ النتائج عكس بما تفسر. يعني أنا هقول له بسبب استشهاد الكثير من حفظ القرآن الكريم أثناء حرب المرتدين. طب في خلال الموضوع دوت مين اللي أبو بكر الصديق أولاد هيختاره عشان يجمع القرآن؟ قال لي أمر أبو بكر الصديق الصحابي مين بقى أشهرهم؟ زيد ابن ثابت. اعرف الاسم ده كويس جدا، زيد ثابت أو زيد ابن ثابت ده من أشهر حفظة القرآن. هيأمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن ممن يحفظه وتم وضعه في صحائف. كلمة صحائف يعني لوح كبيرة كده شوية مكونة من جلد الحيوانات. طبعا ما كانش فيه على ايام الخليفه ابو بكر الصديق ورقه وقلم وكلام من ده، لكن كان بيحفظه في صحائف جلد حيوانات او ممكن كان جريد النخيل كمان. طبعا جلد الحيوانات وجريد النخيل. مين اللي هيعمل او مين هتولى الموضوع دوت؟ زيد ابن ثابت، وهو احد واشهر حفظه القران. نشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه. احنا كده خلاص، احنا خلصنا من الخطر اللي هو خطر المرتدين اللي كان موجود عندي في الموجود عندي في شبه الجزيرة العربية. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ننشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية. هقول لك على حاجة بس اولاد، الكلام ده ما بدأش يعمله ابو بكر الصديق الا بعد استقرار امور الدولة الاسلامية، بمعنى بعد ما نفذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء على جيوش الروم، وكمان بعد ما انهى وقضى على المرتدين. هتبدأ فاكر لما قلت لك في اول الدرس حتى تستقر الدولة الاسلامية، بعد ما استقرت الدولة الإسلامية هيبدأ أبو بكر الصديق أولاد برضو تنفيذا لوصية الرسول وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. طيب عشان الخليفة أبو بكر الصديق ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية هيرسل مجموعة من الجيوش إلى أول حاجة عندي العراق، حيث أرسل إليها جيش بقيادة خالد بن الوليد. يبقى أول حاجة هيعملها سيدنا أبو بكر الصديق في نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، أول جيش هيرسله إلى بلاد العراق بقيادة خالد ابن الوليد زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة. الجيش الثاني هيبقى لبلاد الشام زي ما احنا برضو شايفين كده على الخريطة قدامنا، حيث أرسل إليها 4 من الجيوش بقيادة مين؟ أبي عبيدة بن الجراح. يبقى أبي عبيدة بن الجراح ده كان يعتبر القائد العام لجيوش الشام. مش بس كده كمان، ده كان القائد المكلف ان هو يذهب الى ايه؟ الى مدينة حمص. والقائد الثاني اللي هو يزيد بن ابي سفيان ده ارسله الى دمشق. والقائد شرحبيل بن حسنة او شرحبيل بن حسنة ده ارسله الى بلاد الاردن. والقائد عمرو بن العاص الى القدس. يبقى خلي بالك انا عندي الجيوش بتاعت بلاد الشام مش جيش واحد، هم 4 من الجيوش. القائد بتاعهم كان واحد اللي هو القائد العام ده كان ابو عبيدة بن الجراح. طيب ابو عبيدة بن الجراح زي ما احنا قلنا ان هو كان مكلف بمهمتين، المهمة الاولى القائد العام على الاربع بتاعت بلاد الشام، المهمة الثانية ان هو كان القائد اللي تم ارساله الى مدينة حمص. يبقى هيحاول الخليفة ابو بكر الصديق اولاد ينشر الاسلام خارج شبه الجزيرة العربية عن طريق مكانين مهمين جدا. واحد العراق اللي هيرسل ليها جيش بقيادة طبعا القائد العظيم خالد بن الوليد، وكذلك بلاد الشام طبعا، بس بلاد الشام الى حد ما كبيرة شوية فهيرسل ليها جيش بقيادة حد اسمه ابي عبيدة بن الجراح. وبلاد الشام في ذلك الوقت اولاد او المناطق اللي كان عايز يسيطر عليها الخليفة ابو بكر الصديق هي مدينة حمص ودمشق والأردن وكذلك القدس. أرسل قائد زي ما المسمى قالت، أرسل قائد لكل مكان. طبعا كل قائد يعرف المدينة اللي راح ليها زي ما المسمى قالت كده. أبو عبيدة بن الجراح اللي هو أصلا قائد الأربع جيوش راح إلى مدينة حمص، القائد يزيد بن أبي سفيان راح دمشق، القائد شرحبيل ابن حسنة راح بلاد الأردن، والقائد عمرو بن العاص إلى القدس. يعني هنا المكانين اللي بدا الخليفه ابو بكر الصديق ينشر الاسلام فيهما خارج شبه الجزيره العربيه هما كانت العراق وبلاد الشام. وزي ما احنا قلنا ان كانت بلاد العراق خاضعه لحكم الفرس وبلاد الشام كانت خاضعه لحكم الروم.
مش بس كده كمان، زي ما احنا قلنا ان ابو عبيده بن الجراح كان ليه مهمتين. قال لي في الوقت دوت طبعا خالد بن الوليد كان انتهى من الفتوحات بتاعته، فالخليفه ابو بكر الصديق امر خالد بن الوليد ان هو يتوجه لبلاد الشام علشان يقود الجيوش الاسلاميه الاربعه بدلا من ابو عبيده ابن الجراح. كنوع من انواع الدعم يعني. يعني هو القائد خالد بن الوليد خلص مهمته في العراق، في بلاد العراق، فبدا ان الخليفه ابو بكر الصديق ان هو يبعته كمان لابو عبيده بن الجراح كنوع من انواع الدعم عشان يصد او يقدر يسيطر على بلاد الشام، او ان هو يخفف عنه العبء شويه. اكيد طبعا. طيب بما تفسر ارسال الخليفه ابو بكر الصديق الجيوش للعراق والشام؟ زي ما قلت لك اشمعنى المكانين دول بالتحديد؟ قال لي طبعا لنشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه، تنفيذا طبعا لوصيه الرسول. وكمان مش بس كده، هو مش موضوع ان انا عايز اعمل امبراطوريه وخلاص اولاد. لو تاخد بالك زي ما مسمى قالت كده، العراق بتسيطر عليها الفرس وبلاد الشام بيسيطر عليها الروم، الاثنين بيمثلوا قوه وخطر كبير جدا على المسلمين. يبقى الخليفه ابو بكر الصديق عايز يعمل حاجتين في نفس الوقت، عايز ينشر الاسلام خارج شبه الجزيره العربيه، وبرضه يامن حدود الدوله الاسلاميه اللي كان بيحدها في ذلك الوقت بلاد الشام وبلاد العراق. توفي الخليفة أبو بكر الصديق عام 13 هجريا، زي ما احنا اتفقنا من البداية ان خلافة أبو بكر الصديق استمرت من عام 11 هجريا لعام 13 هجريا. طيب قال لي الفترة ديت يعني قعدت تقريبا قد ايه؟ قال لي الخليفة أبو بكر الصديق تقريبا استقر في الخلافة أو فضل في الخلافة يعني تقريبا سنتين ونص، ومات عن عمر يناهز 63 عاما، وده نفس العمر اللي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه قلنا نتكلم عليها سؤال المتفوقين. السؤال بيقول لي ماذا يحدث اذا فشل ابو بكر الصديق في القضاء على المرتدين؟ احنا كنا عارفين ان من اهم اعمال الخليفه ابو بكر الصديق القضاء على المرتدين. السؤال بيقول لي ماذا يحدث اذا فشل ابو بكر في القضاء على المرتدين؟ يا ريت تجاوب على السؤال وتجيبه لنا، والى اللقاء في دروس قادمه ان شاء الله.